بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجع للسكن الأخيرة اللي هي تاع الجلالي سعداوي. هذه السكن الجلالي سعداوي هي في الحقيقة السكنة نتاع الجبل خليفة تاع قبيلي الجلالي، الله يرحمه ويوسع عليه. قبيلي الجلالي كانوا عنده زوج انساق، هذه هنايا المرأة الزوجة. المرأة الأولى كانت تسكن الفوق اللي عندها ولدها محمد الله يحمه وابن عيسى والمختار. من بعد خالتي خيرة مرتها الله يرحمها ويوسع عليها اللي توفات في الشهر اللي فات في 6 ديسمبر 2017. من بعد هو السكنة باعها إلى الجلالي سعداوي، وجلالي سعداوي أعطاها في 2008 في حي النور. هذا هو القصة تاع السكنة هذه. من بعد نشوفوا السكنة اللي مقابلتها، ندخلوا في التيران ليبو. التيران ليبو السكنة هذه تاع عمي الجابو مدين الله يرحمه ويوسع عليه. عمي الجابو مدين كان إنسان في حل، كان عنده حانوت هنا في القنت، كان غير لي كلمة يسرع كان يضرب المطرق بزاف. اللي عنده ولده سي عده اللي مات الله يرحمه ويوسع عليه، وعنده ولده بومدين كذلك مات الله يرحمهم ويوسع عليهم، وعنده صالح اللي راه حي الله يطول في عمره وراه يسكن هنا في قديل يخدم لسيتيرنا. وعمي بومدين عنده زوج بنات كذلك، عنده وحده اللي هي معروفه على الغرب الجزائري وهي شهيده كبيره، هي إقاش العالية، رجلها اللي قتل كوميسير في راس العين وهي كانت فدائية كذلك، وطلعت للماكي للجبل واستشهدت من جهة يقولوا كان يقول من جهة الضهرة كان يقول من جهة ورسنيس. الله يرحمها ويوسع عليها والله يرحم الشهداء. ما ينساهاش القبر تبقى في عقله ديما، وانا حومتي راس العين وانا حومتي راس العين راحت وما بقاش. وحوش تاع جابومدين بعد نقسم على جهتين. الجهه التحتانيه اسكن فيها كذلك واحد السيد اللي مانيش عاقل اسمه، من بعد جا السي بوطالب عبد الرحمن الله يرحمه ويوسع عليه. ومن بعد سي بوطالب كراهل الى قايد الجلالي ولد المشهد، الجلالي ولد المشهد الله يرحمه ويوسع عليه، كراهل حويده. من بعد باع له ودا عليه هو حتى كي توفى والله يرحمه، وهدم لهم في 2008 عطاهم السكنه. ديك موراه كان يسكن النحسه، النحسه اللي كنا نعيطوا اللي يسموه واضح الله يطول في عمره. من بعد كان يسكن واحد يسموه ميمون اللي جا موراه. ميمون هذا اللي كان نفاه متقوب ودير له جلده، هو انسان قليل وعاقل مسكين الله يرحمه ويوسع عليه. وجات موراه عائلة بالرحال، وكان واحد الحانوت تماك بكري صغير يسموه تاع الزبير اللي بيسي. هذه هي الجهه الملك، كانت واحد الطريق تجي مهوله من تما وتخرج عند تاغو او عند الروخو وعند سي عبد الله السوسي، طريق غير تحريبه صغيره. تما كان كاينه سكنه تاع الزهره في الخمسينات، هذه الزهره اللي كانت مركز وكان يجي عندها الجماعه تاع الفدائيين، كان يجي عندها حتى بن عربه والجماعه نتاعها اللي كانوا يخزنوا تما عندها. وقعد دمعة في العين
ديك الصورة ما زال في عيني غير البارح ذكريات كي كانت راس العين وكي ولات راس العين خلات والصورة تهدم بغي نتكلموا على خانة من خانات راس العين لازم تعرفوا خانة الشهيرة مثلا كون يسقسوك بكري ويقول لك وين تسكن واش تقول لهم تقول لهم نسكن حدا عمي المصمودي او الزروالية او عمي بن يحيى الله يرحمهم ويغفر لهم ويوسع عليهم او عمي الغزالي جهة القلاسة كانوا يعيطوا لها جهة الغيران لان فيها الكروت بزاف هذه الجهة اللي غادي نتكلموا عليها اليوم كي كانوا يسموها قبل الغلاسيار كانوا يسموها لخانة من خانة راس العين هي والغسل بالماء بقى في الأرض خضار شفت راس العين وبقيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي مع ولاد الجار جالس حتى بقيت وحدي نتكلم جيت عمي وخر علاش سموه وخر من هو وخر هذه هي كان يخدم عمي وخر هذه هي اللي غادي نتكلموا عليها اليوم ان شاء الله عمي وخر اللي زايد بين 1890 1897 تقولوا كيفاش عرف السن هذا لان احبابه اللي كانوا يجمعوا معاه هذا هو السن نتاعه عمي وخا اللي هو اسمه الحقيقي محمد وتلمو كان مؤدب بزاف اللي يكلم معاه يقول له صح سيدي هي وبش الحال يقول لهم بش الحال اللهجه المغربيه يقول له وخا سيدي حاط فيه كلمه وخا عمي وخا كان بكري يبيع الحطب يبيع اللوح من بعد خاش كثير ما كانش كاين الغاز كان غير البترول من بعد ولا دار كوشه ارتيزانال يطيب فيها الكسر من بعد كوشه ما كانش يخدم مليح في الكوشه يعني كاع الناس كان طيب بروحه ولا يبيع السنج شحال من عام هو يبيع السنج ومن امتو يقلع الدرس ويقلع الدرس وكان يخدم لانيستيزي الروح كيف يخدمها الروح كان عنده بونبونة كعزاج كبيرة مدور عليها اشكارة ومعمرها او يخدم يجيب الخل مخمرة ويدير تما فيها كي يقلع لك الدرس يعطيك كاس من هذاك الخل اللي تشلل به امك تشلل به امك كل الضر اللي فيه يروح عليه وهذا الشيء اللي قاله لي راه مازال في الحياة وراه معنا في الجروب اللي هو اخونا وصديقنا احمدوش عبد القادر قال عنده الدرس هو بالذات الله يطول في عمره ومن بعد هو مسكين ركبه عمي واخر ركبه ان كونسير دو بوش النهار كامل داير ديك الفناره على 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 على, على راسه ما صامه على فمه لان يقول لك الموت غير وحده والاسباب متفرقه وفي الستينات مسكين توفى الله يرحمه ويوسع عليه والسكنه هذيك تاعه عمي واخا عنده ثلاثه تاع الاولاد عنده زوج شاشره وشيره عنده عبد السلام اللي راه في الخارج الله يطول في عمره وعنده محمد وعنده شيرة الحيين الله يطول في عمرهم واللي ماتوا الله يرحمهم والسكنة هذيك من بعد أدها عليه بن علي اللي هو عم علي الحشاشي انت الله يرحمه ووسع عليهم وعمي علي من بعد كذلك السكنة هذيك أدها واحد يسموه المطماطي والجراج اللي كان فيها أدها عمي بنوه كان يدخل فيه الوطوه وعمي بنوه من بعد كيكبر وعجز على السوق باه البوديبه بوحديبه كي دخل فيها السياره تاعه وبوحديبه كي رحل وطلع للحاسي باع الكراج تاعه لعمي قدور العلوي قدور العلوي هو التالي تملك ودا السكنه في هذاك على ذاك الكراج في 2008 هذه هي القضيه وتاريخ تاع السكنه هذه الشيء اللي نعقلوه راس العين علاش وليتي قفار